منتخب فرنسا ضمن التأهل للدور 16 من كأس العالم 2022، وده بعد فوزه على منتخب الدنمارك بالنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب 9-7-4 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. سجل كيليان مبابي لمنتخب فرنسا في الدقيقة 61 من اللقاء، ونجح المنتخب الدنماركي في تسجيل هدف التعادل بسرعة، وده عن طريق أندرياس كريستنسن في الدقيقة 68 من ضربة رأس قوية. ورجع امبابي خطف هدف الفوز لمنتخب الديوك في الدقيقة 86 بعد متابعته لعرضية النجم أنطوان جريزمان. وبعد نهاية المباراة تم الإعلان عن تتويج كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه الكبير أثناء أحداث اللقاء وتسجيله لهدفين رائعين. المنتخب البولندي حقق الفوز على منتخب السعودي بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي أقيمت على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022، ونجح بيوتر زيلنسكي في تسجيل الهدف الأول، وده لصالح منتخب بولندا في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول. في الدقيقة 82 سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح المنتخب البولندي. الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أكد على ثقته في قدرة اللعيبة للتأهل للدور اللي جاي، ووضح أنه خسر بسبب عدم الفعالية أمام بولندا، وكان لازم لعيبة المنتخب السعودي يسجلوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول. وقال رينارد كمان: لا تتوقعوا أننا استسلمنا، لسه في مباراة أخيرة وهنلعب بقتالية قدام المكسيك ولحد آخر دقيقة في كأس العالم. النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد السعودية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، وده بعد تألقه الواضح والفعال خلال أحداث المباراة وتسجيله للهدف الثاني. منتخب تونس خسر من المنتخب الاسترالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم. بالنتيجة دي حصد منتخب استراليا على أول 3 نقط في مشواره في بطولة كأس العالم، واحتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بعد منتخب فرنسا، وتجمد رصيد تونس عند نقطة واحدة بس. جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أكد أن منتخب بلاده لم يدخل مباراة استراليا بالشكل المطلوب، وقال كمان: كان عندنا فرص كتير كفيلة ترجعنا للقاء مرة تانية، لكن تم إهدارها. في الشوط الثاني قمنا بالتغييرات اللازمة وسيطرنا بشكل كامل، وكان هدفنا نخلق الفرص علشان نصنع الفارق، لكن للأسف معرفناش. ميتشيل ديوكا لاعب المنتخب الاسترالي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة اللي جمعت منتخب استراليا وتونس، وسجل ميتشيل ديوك هدف المباراة الوحيد لصالح استراليا، وده كان في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول. وبعد تتويجه بالجائزة قرر ميتشيل أنه يحتفل مع ابنه في المدرجات علشان يشاركوا اللحظة السعيدة دي. منتخب الأرجنتين فاز على المكسيك بنتيجة 2-0، وده في المباراة اللي أقيمت على استاد لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، وأحرز ميسي هدف المباراة الأول في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف فرنانديز الهدف الثاني، وده الفوز الأول طبعاً لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام منتخب السعودية. كمان توج ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في المباراة. ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أصبح متساوي مع رقم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني مشارك في كأس العالم مع منتخب راقصي التانجو، وده بعد تواجده أمام المكسيك في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب لوسيل. ولعب ميسي مباراته رقمها 21 في كأس العالم، علشان كده بيتعادل مع دييغو أرماندو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في البطولة دي. كمان أصبح متساوي مع مارادونا في عدد الأهداف اللي سجلهم في بطولات كأس العالم برصيد 8 أهداف لكل منهم. هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا اتكلم عن مواجهة إسبانيا، وقال إن هزيمة اليابان كانت صعبة جدا، وبنتطلع إلى الأمام، عندنا فريق بيتمتع بالجودة ويقدر ينفذ أسلوب اللعب اللي هو عاوزه، وعاوزين نلعب بشجاعة وإيمان وجودتنا تظهر على أرض الملعب.
لويس إنريكي المدرب الفني أو المدير الفني لمنتخب إسبانيا أكد أن كل اللعيبة جاهزة علشان تقدم كل حاجة عندها قدام ألمانيا في المباراة اللي هتتلعب النهاردة في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم. وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي لمباراة ألمانيا: فزنا على كوستاريكا، النهاردة هنقدم أفضل ما لدينا أمام ألمانيا. امبارح وليد الركاكي المدير الفني للمنتخب المغربي قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلجيكا: احنا في مجموعة الموت وعلينا الخروج منها للدور الثاني. قال كمان: علينا بذل جهود او مجهود كبير جدا في المباراة قدام بلجيكا، واننا نتفوق على نفسنا ونحقق التوازن بين الدفاع والهجوم. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع تاني لزملائنا لاستعراض باقي فقرات صباح الخير يا مصر.